مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح كلنا تقريبا ما نمناش، كنا قاعدين قدام شاشات التلفزيون مستنيين نسمع كده النتائج الاوليه، نشوف ايه اللي بيحصل. الشعب كله نزل وفرح جدا جدا، والنتائج دي كانت ابلغ رد على الناس اللي كانت بتقول ان ما فيش نسبه كبيره، ان ما فيش مشاركه و و و وتفاصيل كتير سمعناها قد تكون محبطه، ولكن النتائج دي كانت ابلغ رد على الشائعات اللي طلعت في الايام اللي فاتت. ويمكن احنا كنا موجودين مع حضراتكم خلال الثلاث ايام اللي فاتوا بنحاول نركز ونقول ان الشائعات دي ليس لها علاقه وثيقه تماما بالحقيقه. الفكره كلها ان الشعب نزل واختار، وفعلا رئيس منتخب بمنتهى الشفافيه والديمقراطيه. خلينا نشوف النتائج الاوليه دي اخبارها ايه، هتودينا لحد فين، هل فعلا النتيجه هتكون محسومه لسياده المشير عبد الفتاح السيسي. تفاصيل اكتر هنعرفها من ضيفي العزيز الاستاذ محمد ابو اليزيد، رئيس تحرير جريده الشعب العربي. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ يعني انت دايما ضيف عزيز على قلوبنا، وامبارح كلنا كنا مستنيين النتيجه. قول لي انت كنت امبارح بقى بتعمل ايه وبتسمع النتيجه ازاي، وهل نزلت وشفت فرحه الشعب المصري في الشوارع وفي الميادين وفي كل حته في مصر؟ يعني اسمحي لي في البدايه بس ان انا احيي الشعب المصري تحيه اعزاز وتقدير بالفعل على ضربه اروع الامثله وابلغها قيمه وقامه كبيره جدا في نفوس العالم كله. اثبت العالم كله ان بالفعل الشعب المصري قادر على ان يغير طريقه اداء الحكومه، وقادر على ان يغير طريقه اداء اي واحد حاول بكل الطرق ان هو يعترض طريقه او يثبط من الهمم زي حضرتك ما كنت بتقولي دلوقتي. احنا بالفعل امبارح مع مجموعه كبيره جدا من الناس اللي كانوا جايين من الخارج، خلينا نقول ان هم احنا استضفناهم او بناء على طلب من الحكومه المصريه ان هم يجوا مراقبين ومحللين الاحداث اللي كانت موجوده. بالفعل قالك ان الشعب المصري ضرب اروع الامثله في التصدي لتثبيط الهمم اللي كانت موجوده من افراد ليس لهم علاقه بالشعب المصري ولا علاقه بالمصريين ولا علاقه بالوطنيه المصريه. يعني الناس دي بنقول لهم ان احنا بالفعل فرحنا، وفرحتنا كبيره جدا، فرحتنا ان احنا عرفنا نختار، فرحتنا ان احنا كنا بنحلم برئيس قادر وقوي على انه يحقق الامن والامان الموجود، فرحتنا ان احنا قدرنا نحقق الحلم اللي كنا بنحلم بيه في ان الرئيس يهتم بالمثقفين، يهتم بالمواطنين، يهتم باوجاعنا بمشاكلنا، بيحتوينا كلنا مع بعضنا، يحاول بكل الطرق انه يذل العقبات حتى لو ما كانتش من صنع ايده او من صنع افراد الاخرين، بس هو عنده رؤيه للاصلاح، عنده رؤيه ان هو يقول بنحط مصر على يعني بدايه طرق للوصول الى العالميه، مش هنكتفي بها ان احنا نحل مشاكلنا الداخليه فقط، لا هنصلح التعليم، هنصلح الاقتصاد، هنصلح الزراعة، هنصلح كل المجالات الموجودة. فبالفعل الشعب المصري عبر عن فرحته باختياره الرئيس، وكانت بالفعل دي أكبر خطوة نحو تحقيق ديمقراطية سليمة وديمقراطية كبيرة جدا للشعب، على أن يقول للناس كلها ويقول للعالم كله أن الشعب لا يخشى من الحكومة، بل على الحكومات المتوالية أن هي تخدم من الشعب، لأنه هو يقدر أن هو يرسم طرقه ويرسم تفاصيله ويرسم حياته ويرسم مستقبل بلده ووطنه زي ما هو عايز. طب احنا عايزين نتكلم على موضوع مهم جدا، وهي نسبة كبيرة من الأصوات اللي كانت باطلة. ان واحد ينزل من بيته ووقف طابور وحابب ان هو يشارك في العملية الانتخابية طبعا بحييه، ولكن فكرة ان هو يخش ويبطل صوته وان تبقى نسبة كبيرة زي دي، الحقيقة برضو نسبة لا يستهان بها. شايف ان الرئيس القادم لازم يتعامل ازاي مع هذه النسبة اللي هي موجودة في المجتمع المصري واللي ما ينفعش أبدا أن هو يستبعدها أو يستثنيها، ولكن دفخ أو دي نقطة ممكن تكون نقطة ضعف ممكن أن يقع فيها الرئيس القادم أيا كان لو استثنى هذه الشريحة، المفروض أن هو يتصرف إزاي؟ وفي تفسيرك كده الشخصي أنه ليه بقى عندنا النسبة دي على الرغم أن احنا ما عندناش زي ما بيقولوا موضوع عصير الليمون، أن اللي نازل دلوقتي نازل عن قناعة شخصية، هذا رئيس مختار بالفعل بمنتهى الرضا النفسي سواء كان سيادة المشير عبد الفتاح السيسي أو الأستاذ حمدين صباحي. رئيس مفروض يتصرف إزاي، وليه النسبة دي تخطت النسبة اللي مفروض إن احنا نسمع عنها النسبة العادية أو التقليدية، ولكن هي إلى حد ما نسبة كبيرة لا يستهان بها. هو طبعا حضرتك يعني أنا مش مختلف مع حضرتك في كل اللي قلتيه، لكن في بعض النقاط اللي احنا بنقول احنا مختلف فيها. تخيل حضرتك شدة الحر وتأثيره على الكبير والصغير، شدة الحر وعدم تمكننا كلنا ان احنا نوصل للجان في اوقات كنا بنحسمها فيها، لكن القصه كلها ان انا ابطل صوتي او ان انا ادي صوتي لاحد المرشحين اللي انا بختارهم او مقتنع بفكرته او مقتنع بالبرنامج الانتخابي بتاعه. ابطال الصوت معناها ان انا ما عنديش القدره على التمييز في الصح والخطا، او بمعنى اصح طريقه مشوشه عندي.
طريقه مشوشه عندي، يعني انا معناها ان انا بقول ان انا هنزل واعاني وانزل يعني اتكبد المصاعب اللي ما كانت موجوده، لكن حبطت صوتي، من ابطلت صوتي ما اديتهوش في الميزان الصحيح. ده حريه شخصيه انت حر فيها. لكن النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم فيها نقطه المشاركه الوجدانيه او المشاركه الوطنيه للشعب المصري بكل طوائفه اللي كانت موجوده. شفنا في البدايه خالص ان في عز الحر او في شده الحر اللي كانت موجوده في الساعات الاولى اللي الحر كان بيتمركز فيها فعلا وكان في اقصى درجاته، لقينا ناس كبيره جدا اللي نازل على كرسي متحرك واللي نازل على مثلا خارج من المستشفى او مع اطفال صغيرين او حاجات كتير جدا. كانت المفروض دي كلها تحط جوانا ان احنا بالفعل في بعض الناس اللي هي ما عندهاش فكر او بمعنى اصح الثقافه بتاعتها محدوده شويه نازل تشارك. لكن الشق الاخر اللي حضرتك بتتكلمي فيه ان الرئيس القادم او اللي هو احنا اخترناه او الشعب اللي اختاره او اللي ارتضاه يكون حكم عليه او مشاركه في حكم مصر، ده المفروض ما بيهملش شريحه معينه. انا بتعامل مع الخصوم بتوعي على اساس ان انا مش ضدهم او مش معترض على قراراتهم، بالعكس انا رؤيه الاصلاح عندي هي اللي ممكن تخليهم يغيروا وجهه نظرهم. ان مش عايز اقول ان انا عايز اجيب مثلا رئيس تاني يكون صاحب فئه معينه او يحابي طائفه على طائفه اخرى، هنا هيختل نظام الحكم، لان نظام الحكم قائم على اساس العدل. الملك ده الميزان الموجود او شقي الميزان الموجودين، لو مال على ناحيه واحده هيبقى يعني مثلا يقول يجور على الطائفه الاخرى. لكن انا بقول ان الرئيس القادم قدامه تحديات كبيره جدا، قدامه تحديات عصيبه ممكن يعني يختل النظام فيها لو احنا ما قدرناش نحط ايدينا في ايديه. لو احنا قدرنا نحط ايدينا في ايدين بالمشاركه، مش هنعتمد على الرئيس ان هو اللي هيجي بينا ويقول لنا انا هطلعكم للقمه، لا احنا اللي بنقول ان احنا هندفع الدفه او ندفع السفينه تكون للوصول لمرحلة متقدمة والوصول بها لأفضل طريق وأفضل مكان. أنا عايز الرئيس القادم هو ما يجي، أكيد له رؤية، أكيد أفضل مننا كتير لأنه شايف الأحداث من زوايا متعددة ممكن إحنا كنا مش شايفينها. إحنا بنحكم على الظاهر الموجود قدامنا، لكن أكيد ليه مستشارين أكفاء، أكيد ليه ناس كتيرة جدا ممكن يثق في رأيهم، أكيد ليه ناس كتيرة جدا ممكن يحاولوا إن هم ينقلوا الصورة بطريقة واضحة. لكن اللي انا بلوم عليه بقى في الشعب المصري كله ان انا بقول ان انا برمي كل الهموم بتاعتي على الرئيس الموجود. انا ما عنديش فكره بقول ان انا الناس اللي عندهم بطاله يتقدموا بطلبات، بيقول لك الطلبات عندي زي مثلا وزيره القوى العامله بتقول انا عندي 13000 فرصه عمل. تقدم ناس كتير جدا، هو فاكرين 13000 فرصه عمل الموجودين دول هيبقوا في اماكن حكوميه، لكن مش اماكن حكوميه. انا ما كنتش انا اشتغل في مكان حكومي ما اشتغلش، لا عندك مصالح كبيره جدا، عندك شركات كويسه جدا، واللي بيضمن لك برضو العائد اللي موجود فيها ان القوى العامله مسيطره ومهيمنه على العقود اللي بتبرم بينك وبين الشركه الموجوده. لكن انا عايز اشيل من عقول الشباب، الشباب ده كان بيشعر انه جيل ضائع يسير بلا اقدام، ما حدش بيفكر في اللي بيعانيه، ما حدش بيحاول يحل له مشاكله، ما حدش بيحاول يقول له انت واقف على ارض صلبه او ارض مهزوزه، ما حدش بيحاول يبصره باقوى الامور. لكن انا دلوقتي الفتره اللي جايه ان شاء الله كلنا على امل وثقه ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ان هو يذل العقبات للناس كلها وتبدا تقول ان احنا بالفعل انتخبنا رئيس يعني حاسس بينا، حاسس باوجاعنا، حاسس بالامنا، حاسس بالناس اللي هي البسطاء اللي ما عندهاش يعني القدره على الانفاق في معيشتها، حاسس على الناس اللي هي محتاجه ان هي تربي اولادها وتعلمهم، حاسس بالبسطاء اللي هم مثلا بينزلوا ياكلوا من القمامه اللي كانت موجوده او بيبترشوها، يبدا يغير المفهوم ونظام موجود. انا على امل وعلى يعني مش عايز اقول لحضرتك انا واثق كل الثقه في بعض اللي هم المستشارين اللي هيتم اختيارهم الفتره اللي جايه، اللي احنا بالفعل بدانا ننقب ونعرف ناس عندها فكر كويس جدا. راجل بيقول لك انا عندي رؤيه للاصلاح، هات لي رؤيتك للاصلاح وانا اشوفها واعرضها على المستشارين الموجودين عندي واشوف مدى امكانيه التوافق عليها. فدي اللي هتفرق معانا ان الرئيس يكون موجود حاسس بينا وحاسس باوجاعنا وحاسس بمشاكلنا وبيحاول يلتمس بكل الطرق ان هو يقدر يحلها. عشان كده الناس يعني ما اعتمدتش بس على الشعارات، ويمكن الشعب المصري كان مختلف المره دي جدا في اختياره. او زي ما كنا بنتكلم في بعض الحلقات مع ضيوف الكرام انه مش دايما الشعب ممكن يقتنع من غير ما يسمع، هو عايز يسمع وعايز يشوف وعايز يحس وعايز يلمس. ففي حاجات كتير قوي احنا يمكن تحدينا نفسنا فيها، كان عندنا مرشح ما طلعش قال احلام ورديه وعدنا باي وعود وهي، ولكن هو كان بيتكلم جدا بمنتهى المصداقيه وكان بيتكلم على ارض الواقع وقال ما تطلبوش مني حاجه لمده سنتين، وان انا مش هرفهكم وهدي كل واحد فيلا ولا شاليف مارينا ولا هخليه يعمل ويك اند في ماليزيا ولا في اي مكان. لا، ده خرج لناس وقال انا هصحيكم من 5 الفجر، العمليه او المرحله اللي جايه هيبقى ليها علاقه كبيره جدا جدا بالصمود وان الواحد يكون عنده اصرار على العمل.
شايف ان الشعب المصري تحدى نفسه فيما هو اعتاد عليه خلال السنين اللي فاتت، اننا ساعات كتير بنحب اللي يكلمنا اكتر من، يعني عايزين نسمع الاول نشوف، ولكن الموضوع كان بقى مختلف تماما. شفت الاختلاف ده ولمسته؟ اكيد طبعا. خليني اخد الكلام بتاع حضرتك واقسمه على فترة عشان اقدر ارد عليه كله مع بعض. في البدايه انا عايز اقول يعني ما هلكت البلاد من شده الفساد اللي كان موجود فيها الا بكثره المصفقين والمهللين والمضللين والمنافقين، اللي هم يجي يقولوا يا ريس كله تمام، يا ريس كل حاجه زي الفل، تمام التمام. احنا معانا دلوقتي واحد رئيس ممكن يبقى واعي جدا جدا وذكي جدا جدا، القدره على الذكاء بتاعته اللي هو ابدع فيها ان هو بيقول لك انا ما عنديش عصا سحريه عشان اقدر احل لك مشاكلك كلها، انت لازم تشاركني في الراي، لازم تشاركني في الحل، لازم تشاركني في رؤيتك للاصلاح. بقول ان دلوقتي يعني مثلا حضر لحضرتك مثلا انسان فقد القدره على الرؤيه اللي هو موجود، فبتبقى العمليه او العمليه قدامه ضبابيه، مش عارف الطريق الصح من الطريق الخطا. واحد يقول لك لو انت سالتيه تقول له ايه اللي ممكن يوصلك لبر الامان، يقول لك انا بعتمد على السمع بتاعي. السمع بتاعك عمره ما هيوصلك، لان في الحفر الموجوده او الاختناقات الموجوده في الطريق او الاحجار الموجوده في الطريق ما بتصدرش اصوات عشان السمع يجيبها. فبالتالي ممكن انت تقع في الحفره ما تخرجش خالص، ممكن تتكسر لو انت اصطدمت بحجر. لكن مين اللي ممكن ياخدني فيه دليل يبقى واضح، دليل كويس جدا انا بثق فيه واقول له ايه خد بايدي وصلني للمرحله اللي انا عايزها او لبر الامان اللي انا عايزه. ده الدليل ده هيكون موجود هو في رئيس كويس جدا يثق في قدراته او احنا نثق في قدراته وابداعه. بالتالي بنقول له ان احنا معاك، مش هنسيبك، مش هنطلب منك تقول لي 100 يوم او 150 يوم او 200 يوم او 300 يوم رؤيه الاصلاح، لا انا بقول لك ان انا من البدايه خالص بقول لك حط ايدك في ايدي وتعالى نصلح للبلد بتاعتنا. لو انت امر بلدك يهمك شاركني في رؤيه الاصلاح. لو عندك اي فكره فيها ابداع وفيها ممكن تكون رواج لتقدم ورقي تقدم بها الي، عندك فكره ورؤيه لي ان انا ازدهر بمرحله من المراحل او بمثلا نقول زي مثلا الموضوع التجاري اللي كان موجود فيه، كنا بنعرض على بعض المستثمرين اللي هم جايين من الخارج بنقول لهم ان احنا عايزين بلدنا مفتوحه قدامكم وتعالوا خشوا واستثمروا فيها. بنتي مش عايز اقول ان احنا بنشحتهم، لا بالعكس بنقول لهم ان احنا عندنا الطريق مفتوح. او نبي نركز على النقطه دي عشان انا كنت بعترض على بعض الاعلاميين اللي بيطلعوا يقولوا نسل مصر بتتسول. لا 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 لا، عمر مصر ما هتتسول من حد وهتفضل ان شاء الله راسها مرفوعه لحد اخر يوم. رافضين حضرتك كلمه التسول دي، تسول مصر بتتسول يعني احنا اللي بنتسول، اصل مصر دي ارض، مصر دي كيان، الشعب بتاعها هو الموجود. لو هو واحد فيهم بيتسول ويطلق القدره على او العنان بتاعه ان هو يكون الشعب كله متسول، يبقى احنا كلنا متسولين، او بمعنى اصح اهلنا عزتنا وكرامتنا الموجوده في نفوسنا اللي احنا بنفتخر بيها. بنقول للناس اللي في الخارج بالفعل كانت موجوده عندنا، يعني مش عايز اقول لحضرتك حوالي 120 مليار دولار كانوا جايين يستثمروا وهيجوا ان شاء الله، هيجوا يستثمروا الفتره اللي جايه، بس بيعرضوا الاوراق بتاعتهم على الجهات المسؤوله. فالجهات المسؤوله دلوقتي يقول لك انا قدامي فرصه شهرين اتنين وفي حكومه جديده هتيجي، فانا مش عايز ادخل نفسي في حوار ومداهات. في بعض الوزراء اللي هو عنده القدره والابداع على ان هو يدي قرار وقرار حاسم جدا، فبالتالي بيبدا يعني يقولوا ان الوزير ده شغال او الشخصيه السياسيه دي موجوده شغال. لكن انا شايف ان الرئيس كان بيفكر لطرق الاصلاح قبل ما يقدم نفسه لترشحه لرئاسه الجمهوريه. كان انا عنده نظره استباقيه طبعا بالتاكيد. ما هو بيقول لك ان الشعب ان انا عايز من ايه؟ عايز ان انا فيهم اللي عايز مثلا وحدات اسكان، فيهم اللي عايز. انا عمري ما شفت، انا كنت حاضر مع سياده الوزير ايمن فؤاد ابو حديد والدكتور محمد مختار جمعه في توقيع البروتوكول اللي كان موجود بينهم وبين بعض للاصلاح الزراعي. يعني عايز اول مره كنت اشوفها، انا بقالي كتير جدا في المجال السياسي ومجال العمل الاعلامي، ما شفتش وزارات بتحاول ان هي توفق بينهم وبين بعضها. لا دلوقتي في وزارات كتير جدا بتعمل بروتوكول، بروتوكول تعاون بين الوزارات يكون من شأنه الإصلاح. يعني مثلا لما جت وزارة الأوقاف عملت مع وزارة الإسكان، إيه اللي جاب الأوقاف اللي هي الدعوية بتدعو للإصلاح الديني والخلق والحاجات الكريمة؟ للإسكان. يقول لك إن وزارة الأوقاف عندها وقف كتير جدا، والوقف ده بيجيب فلوس كتير جدا، فأنا بستثمر الوقف بتاعه في إن أنا أنشئ وحدات سكنية لمحدود الدخل والبسطاء والفقراء، إن أنا أقول للناس كلها إن أنا عندي دلوقتي بقى في تضافر للجهود بين الوزارات وبعضها. كنا إحنا مفتقدين الحاجات دي كلها كويس جدا، كنا مفتقدين إن بعض الوزارات يجي أو بعض وزير يجي يقول أنا عندي رؤية للإصلاح في الوزارة الفلانية، نقول له لا. قبل كده كنا بنقول له لا، أنت إيه اللي خلاك تدخل نفسك في حوار؟ إيه اللي خلاك تخش في ميدان غير الميدان بتاعك؟ دلوقتي لما عادش الكلام ده، انا شايف ان في بعض الوزراء اللي الموجودين دلوقتي وموكول اليهم حقبه وزاريه موجوده بالفعل عندهم رؤيه كويسه جدا ورؤيه جميله جدا، وانا متاكد ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هيتم استعانه بيهم. في وزراء سابقين يقول لك انا كنت نفسي اخد قرار وما عرفتش اخده، بيتقدم بالطلب بتاعه للحكومه اللي كانت موجوده دلوقتي. انا كنت في لقاء مع
المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، فبقول له ان في بعض الوزراء عندهم رؤيه اصلاحيه، عندهم حاجات كويسه جدا ممكن يعرضوها على الحكومه والحكومه تستفاد منها، لان بالفعل استمعت لهم. فما قاليش بقى ان انا عندي وزراء موجودين او عندي ناس هي اللي تقوم بالواجب ده ومن شانهم ان هم، قال لي لا لا انا عايز اسمع الناس دي كلها. وبالفعل بدات الامور تاخد شكل ثاني خالص. احنا دلوقتي عندنا بنسمع، لو انا مثلا سمعت ان الاستاذه جايه تقول عندي رؤيه للاصلاح وعندي فكره كويسه جدا ان انا هترفع مستوايا واقتصادي في حاجات معينه، هقول لها تعالي دلوقتي عشان اسمعك عشان نستفيد بيها. عندها مثلا حد بيثق فيها من الخارج وعايز يعمل مشروع هنا او عاوز ان انا هتدي فرصه يعني. هتدي له فرصه كبيره جدا. فبالتالي بدات الحكومه الحاليه الموجوده اللي هتزيد اكتر من اللازم في الفتره اللي جايه، واحنا وانا متاكد بقول لحضرتك اهوت انت كاعلاميه هتلاقي نفسك انت بتتابعي الخبر وبتحاولي ان انت ايه تجيب المعلومه من مصدرها الصحيح عشان تثق فيه. هتلاقي الفتره اللي جايه ان شاء الله من البدايات دي هنلاقي فيه رواج، من البدايات فيه بعض الدول يعني مش عايز اقول لحضرتك منتظره بس ان هو يعتلي الكرسي الرئاسه ويقعد في مكانه، كل ده هيجي ايدينا في ايديه عشان نقدر ننهض بالامه العربيه ان شاء الله. طب بمناسبه الاعلام بس، عشان انا لفت نظري بعض الاعلاميين المحترمين المثقفين واللي دايما بيبعدوا عن ميثاق الشرف الاعلامي وعن الحياد والموضوعيه، خليني اقول لك يعني بالعامي كده انه زي ما بيقولوا ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر يا ابو خالتي. ابتدينا دلوقتي هنغمش بقى، يعني اول ما المشير ابتدت النتائج كده تروح ناحيته، لا اصل هو مش عارفه ماله، اصله لا كان المفروض يعمل، اصله كان الموضوع يسوي. انا شايفه ان احنا بنكسر في الهمم، يعني في بعض الوقت بدل ما احنا نكون، مش هقول ان احنا نسقف، لا احنا اللي بيغلط هنحاسبه، تمام، والعامل اللي هيكون عامل سلبي هنقف له، ده اكيد، والعامل الايجابي هنبروزه، تمام، ونشكره. ولكن احنا يعني تعالى كده، حضرتك طبعا اعلامي وعارف انه لو في كارثه لا قدر الله او في حادثه في اي مكان هتلاقي الاعلاميين يجروا ويروحوا يصوروا. تعالى شوف لو شخصيه ما عملت عمل كريم او في تكريم او في تفوق في مجال، مش هتلاقي حد. احنا عايزين نغير النظره دي بقى، قول لي قد ايه النظره دي محتاجين نغيرها وتاثيرها السلبي على المجتمع وعلى الرئيس نفسه. التاثير السلبي ده حضرتك بيجي من نابع انسان من جواه فاضي. انا دلوقتي لما بقول تلاقي بعض الاعلاميين بسمعه بيوجه الناس اللي موجوده معاه ويقول لهم ما حدش يسعى للخبر الايجابي، انا عاده تسعى للخبر السلبي، لان الخبر السلبي هو اللي بيبيع عندي، هو اللي بيظهر، وهو اللي بيجيب المشاهده الكبيره جدا. ده معناه ان هو اعلامي ما هواش متميز، ما هواش حرفي، ما هواش مهني، ما هواش حاسس باوجاع الوطن واماله، ما هواش عنده رؤيه للاصلاح الاكبر ان هو ممكن يوصلها. الاعلام حضرتك دلوقتي الاعلام المصري بالذات عليه دور كبير جدا لا يقل اهميه عن وجود رئيس بيكون معطل على كرسي، لان الاعلام ده هو الرساله، هو مش هنقول المراه اللي بتظهر للشعب، هو محامي الفقراء بلا اتعاب. انا عشان ادافع عن الناس دي كلها ما بقولش ان انا ابقى انا اصفق وان انا اكون في مداهنه او فيه نفاق، لا لا ما بقولش الكلام ده كله، بقول الايجابي عندك زي احنا بنقول دلوقتي انه قصرت او اهملت، احنا بنبعت له رساله بنقول لو انت قصرت احنا محاسبين، لو انت اهملت احنا هنقدر نقول لك انت وقف عندها، لكن لو انت جيت واصلحت هنقول لك احنا معاك، هنسقف لك، وهنثني على التقدير. الدور ده هنقدر طبعا بالتاكيد. ما هو الاعلام حضرتك زي ما كنت تقولي دلوقتي الاعلام في لابد نكون محايدين. الاعلامي بدوره لما يبقى قاعد على كرسي الاعلام غير لما انا بحاول شخصيه معينه، الاعلامي بيبقى محايد، ما بجيش على العنصر الهدام بس او امسك النقطه اللي هي موجوده علي. اللي هي اضغط عليها اللي هي النقطه السلبيه، او بمعنى اصح ممكن تكون سقطت مني سهوا او عفوا، انا مش ملاك عشان او انا رسول معصوم من الخطا، قراراتي كلها ما انا عندي ملايين موجوده والملايين دي كل واحد لهم طلب. لو انت حضرتك نزلت الشارع وسالت الناس دي بالكاميرا موجوده معاكي كل واحد هتقابليه تقولي مشكلتك ايه، مش هديك مشكله واحده بس، هديك مشاكل متعدده، ده حقيقي. يبقى انت لو ضربتيها وجبتيها على المثل الاعلى كله هتلاقي ملايين الملايين، مش بعدد الشعب المصري فقط بل باضعاف اضعافه ان احنا مشاكلنا كلها. لكن لو جينا بقى دلوقتي ان احنا نقول عندنا رؤيه للاصلاح، انا شايف ان الاعلام المصري بالفعل عليه دور ودور قوي جدا ودور كبير جدا في الرؤيه الاصلاحيه الفتره اللي جايه. فتره الرؤيه الاصلاحيه مش معناها ان انا اقول ان انا مش همسك غير الخبر الايجابي فقط. لكن انا بقول لك دلوقتي في ميثاق شرف اعلامي موجود المفروض نلتزم بيه. ايه ميثاق الشرف الاعلامي؟ ان انا بقول عندي حياديه في عرض الموضوعات.
انا اشوف الصالح منها واشوف الطالح منها واقدر ان انا اوازن بيه. وبعدين ما اجيش احكم على اي رئيس او اي انسان لما اجي احكم على حد، كانوا بيعلمونا كده في البدايات يقول لك انت ممكن تحكم على حد حتى العيوب بتاعته والمميزات وشوف فيهم ايه الاكبر بالزبط. وادرس ده وشوف مدى امكانيه الاصلاح فيها ومدى امكانيه الاستفاده من الاخطاء الموجوده. لكن ما اجيش بقى اسيب كل الاجابات الموجوده وامسك في السلبيات فقط لا غير، لا، يبقى انا كده مش اعلامي محايد، يبقى انا موجه، يبقى حد بيقول لي اعمل كذا. فعلا بيبقوا موجهين ومسيسين وممنهجين لراي معين، ومفروض ان هم يحشدوا الاصوات للراي ده، واحنا للاسف بنفقد اهم ميزه اللي هي المفروض الحياد بالظبط. بس انا هقول لحضرتك يعني انا بطمنك فيه وبطمن نفسي كاعلام وبطمن كل الاعلاميين الموجودين ان الراجل ده واعي جدا وصاحي جدا وحاطط في اولوياته الاعلاميين الموجودين اللي هم بيحاولوا يرسموا الصوره بتاعتنا وحش. فبيقول لك انا عايز الاعلاميين، بيقولها لك بوضوح وبصراحه، انا عايز الاعلاميين يغيروا الصوره اللي شوهها الغرب عننا. يعني معنى كده دلوقتي انا صاحي لك عامل لك جهاز اعلامي موجود، لما يجي يقول لي التلفزيون المصري فيه 42,000 واحد، بيقول كده 42,000 في مبنى بس بيقول 42,000 واحد بيشتغلوا فين؟ ولا بيعملوا ايه؟ بياخدوا مرتبات فقط. هم في بيوتهم. وهم في بيوتهم، مفيش حد بيحضر خالص موجودين. وتيجي لو انت قلتي لواحده مذيعه مثلا او مذيع انت عندك حلقه في الشهر، يقول لك لا اشمعنى انا؟ وفي وجوه تانية ما بتتغيرش. خالص. يعني انا بقول برضو ان احنا هيجي لنا سن ومش هينفع نطلع، يعني هيجي سن لاي حد. نسلم الرايه اللي بعدينا. خلاص نسلم الرايه، في اجيال احنا بنشوف وجوه في بعض القنوات سبت. الزمن ثابت عفى عليها. يعني مش وسبت. ممكن. يعني احنا انا بقول وحضرتك بتقول احنا عندنا قناعه شخصيه، انا هيجي وقت ويجي سن معين انا هسلم الرايه لحد الشباب للجيل اللي جاي بثقافه مختلفه وبشكل مختلف. ونتمنى كمان ان بس يا استاذ محمد مش يبقى الموضوع في الاعلام ولكن في المسلسلات في الدراما في السينما، انتوا بتنقلوا صوره غير مشرفه عن مصر. لما بنطلع بره ونروح اي دوله عربيه الناس بياخدوا انطباعهم عن مصر عن طريق مسلسلاتنا وافلامنا، لما كل افلامنا بتتكلم عن الاباحيه والسلوك الغير قيم والانفلات الاخلاقي، انتوا يعني بتظهروا مصر بصوره بشعه، الواحد بيبقى مش لاقي الكلام يقوله قد ايه هو حزين لما احنا بنعمل في نفسنا كده. اكيد طبعا. عايز انتقل لنقطه ثانيه معاك يا استاذ محمد، فكره بقى الفارق الكبير اللي ما بين الاصوات اللي جمعها المشير عبد الفتاح السيسي والاستاذ حمدين صباحي. الفارق الكبير ده ممكن يدل على ايه؟ والشباب الاستاذ حمدين صباحي كان معتمد عليهم، ولكن اسمح لي اقول ان هم مش خذلوه ولكن ما كانش في نفس التوقعات اللي هو كان حاططها لنفسه او الحمله بتاعته كانت موصلها للناس ان هو زعيم الشباب. الفوارق دي ايه دلالتها؟ والعزوف الشباب عن المشير عن الاستاذ حمدين صباحي كان سببها ايه؟ هي الفكره حضرتك في البدايه ان انا زي ما قلت بنقول في الاول متفقين ان احنا يعني البلاد مش هتروح لطريق وحش الا بكثره المصفقين، المصفقين دول اللي هم ايه بيحاولوا ان هم يعني يرسموا له صوره ورديه غير موجوده على ارض واقع. الفارق اللي انا موجود دلوقتي بقول ان حمدين صباحي سيد حمدين صباحي هو راجل محترم جدا مع حفظ الالقاب موجود، فبيقول ان انا عندي دلوقتي فكره ورؤيه للاصلاح موجوده والشباب كله ملتم حوالي. الشباب بالفعل لو كانت الرؤيه عندك ما هياش ضبابيه او كنت بتقدر توصلها لمرحله اكبر من كده كنت قلت ان الرؤيه الموجوده عندي دلوقتي ان انا ببص لطوائف الشعب المصري كله مش طائفه معينه، اقول الطوائف بتاعت الشعب المصري كله اللي هي معترضه او اعترضت على افكار حمدين او على الناس اللي كانوا موجودين عند حمدين صباحي. فبيقول دلوقتي ان انا بالفعل خذلوني، هو راجل بيقول ان ما كنتش متوقع الاقبال الضعيف على اللجان الانتخابيه الموجود، رغم ان هما بالفعل اعترضوا الاثنين هو سياده المشير والاستاذ حمدين صباحي على مد فتره التصويت يوم اضافي اخر. لكن انا كنت شايف ان من وجهه نظري ان بالفعل دي ما هوش خطا يحسب للجنه العليا للانتخابات، بالفعل انا كنت بقول ان احنا عايزين ندي الناس فرص ان هي تزود تاني عشان ما نقولش ان فلان الفلاني ده اتظبط او اتزور او نقول ان هو اتظلم فيه. زي مثلا كانت في البدايه تنبهت الحكومه بالفعل اللي ممكن يثار او يحدث في من قلاقل في الفتره اللي كانت عقب الانتخابات، فقال لك من البدايه خالص من اثناء تجمع الصناديق لابد يكون في حضور اعلاميين، كل الاعلاميين معتمدين عشان الموضوع يكون فيه شفافيه. انتهى تماما. استاذنك بس عفوا انقطع معانا استاذ الدكتور رابح رتيب بسطه نائب رئيس جامعه بني سويف، اهلا بك يا دكتور.
اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح النور. اوصف لي بقى رؤيتك لسير العمليه الانتخابيه في الفتره اللي فاتت بهذه الصوره المشرفه، وحضرتك طبعا بصفتك نائب رئيس جامعه بني سويف بتطلب ايه من الرئيس القادم باذن الله؟ اولا عاوز اقول العمليه الانتخابيه سارت بطريقه ديمقراطيه لا مثيل لها حقيقه. يعني احنا بنعتبر هذه الانتخابات مسابقه عرس للديمقراطيه في مصر، لان فعلا نقدر نقول اول انتخابات تسير بطريقه قانونيه بطريقه ديمقراطيه بطريقه سلسه وسهله، كانت حتى علشان نوصل للناس انها تعطي بصوتها. كان قرار اللجنه العليا للانتخابات باضافه او مد اليوم الثالث. المد اليوم الثالث ده لو يعني كان مطلوب لسبب رئيسي، وهو ان موضوع الوافدين كان عشان يستطيعوا انهم يروحوا يدلوا باصواتهم في لجانهم او مقرهم الانتخابيه. والحقيقه برضو العدد الذي خرج ليقول او يدلي بصوته ويكون حقه الانتخابي ده مهم جدا. احنا بنقول الحقوق السياسيه حق الانتخاب وحق التصويت. ده كان بصراحه فعلا عدد كبير جدا ما يستهانش بيه، وعدد في العرف حتى العالمي وفي القوانين العالميه يعتبر عدد كويس جدا، وعدد معبر عن الديمقراطيه ومعبر عن الحريات التي نشاهدها في مصر. اكيد. وبنسمع احنا كلنا الحقيقه بنشيد وبنوجه تحيه لهذا الشعب المصري العريق فعلا، ولو ان كان في بعض الصعوبات منها مثلا الجو الحار والوقوف بالصفوف طويله، لكن برغم ذلك الاعداد كانت كويسه قوي، ولا نستطيع ان نقول انها كانت بقدر القليل، لانها 24 مليون ونص او في هذا الحدود 25. الحقيقه ده عدد كبير جدا وعدد كويس اللي كنا بنأمل فيه. والعمليه الانتخابيه كانت بتسير بوضع طبيعي، وضع ديمقراطي. تمام. حريه تامه، حريه شخصيه. الامن الحقيقه برضه لا ننكر دوره، الامن والقوات المسلحه قاموا بدور بصراحه دور يعني لابد ان نشكرهم، ودور يحسب لهم في هذا الوقت. كانت العمليه الانتخاب بتسير بناحيه امنيه محكمه، لم تحدث اي تجاوزات الحمد لله، ولم تحدث اي حتى تجاوزات قانونيه الحمد لله. دكتور رابح، تطلب ايه من الرئيس القادم؟ اول مطلب. انا عاوز اقول حاجه مهمه. انا لا اطلب من الرئيس القادم اي مطالب، كل ما اطلبه ان انا بدعو له بالتوفيق، وان ربنا يوفقه، لان الحمل ثقيل، ويعني الاداره في مصر دلوقتي الحقيقه ليست بالامر اليسير. فانا ما بطلبش منه، لانه هو يعلم جيدا ماذا يريد الشعب المصري، ويعلم جيدا خارطه الطريق التي يعني ان شاء الله تتم على خير وبكل خير. كل انا بطلب من الله ان يوفقه الى ما فيه خير الشعب المصري وخير مصر العزيزه باذن الله ان شاء الله. استاذ دكتور رابح رتيب بسطه، نائب رئيس جامعه بني سويف، شكرا جزيلا ليك، وانا بشكرك على الدعوه الجميله دي، لان قد ايه حسيت انك حاسس قوي بالرئيس دلوقتي. استاذ محمد، الرئاسه بقت هي مش منصب بس الواحد هيبقى فخور ان هو رئيس جمهوريه زي جمهوريه مصر العربيه، ولكن هي المسؤوليه من العيار الثقيل جدا جدا. تعليقك ايه على كلام الاستاذ الدكتور رابح؟ هو طبعا الدكتور رابح يعني لمس الوتر الحساس في نفوس الناس كلها، بس انا عايز اضيف للكلام بتاعه، انا مش عايز اطالب من الرئيس، انا عايز اطالب من الشعب اولا ان هو يلتف حوالين الرئيس اللي هو ممكن يكون يختاره، حتى للناس اللي احنا بنقول عليهم ان احنا يعني نقول لهم هارد لاك، مش انت ده داخل عشان مصلحه مصر، مش داخل عشان مصلحه شخصيه. لو الاهواء الشخصيه تمكنت مننا يبقى احنا مش هنقدر نرتقي بمستوانا، لو الاهواء الشخصيه تملكت مننا، من كل واحد فينا حب ان هو يكون بس رؤيته للاصلاح اللي خارجه من جواه بس هي اللي دي تعمم على ارض واقع، يبقى ده مش صح. لكن احنا بنقول للناس كلها تعال نحط ايدينا في ايدين بعض، تعال ان اللي اختلفت معايا في فترات كبيره جدا او في فترات سابقه نحط ايدينا في ايدين بعض ونقول رؤيتنا للاصلاح كذا، تعال نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ننقذ بلدنا من ان هي تقع
مره تانية، او حاولت ان هي حد يتملك مننا او حد ان هو يحتويها ويقول ان بالفعل الشعب المصري ما عرفش يختار. تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نطلع نثبت للعالم كله ان مصر فيها شعب واعي، شعب مثقف، شعب عنده القدره على الابداع في كل المجالات، شعب عنده رؤيته للاصلاح في كل مجالاته، شعب فيه المثقف عنده القدره اللي هي تؤهله ان هو يزداد ثقافه، عنده القدره اللي تؤهله ان هو يبدع في مجاله، عنده القدره اللي تؤهله ان هو بالفعل يرتقي بمستوى بلده ويصير بيها الافضل الطريق. بنقول للشعب المصري بالفعل ان انت خلاص اخترت، احنا اخترنا كلنا ايا كانت الرؤيه بقى وايا كانت الامور بتاعتنا اللي هي مش متوافقين عليها بينا وبين بعض، او ان احنا اللي بينا وبين بعض شوف مثلا اختلفنا فيه، لكن هنقول ان احنا رؤيتنا الكبيره جدا تفرض علينا ان احنا نلتف ايدينا في ايدين بعض. تعالوا نتعامل مع بعض بشيء من الاحترام، تعالوا نتعامل مع بعض بشيء من الايجابيه، تعالوا نتعامل مع مصر بشيء من الحب والتقدير والانتماء والوطنيه. يا استاذه ساره مش 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 لا تباع ولا تشترى، الوطنيه دي متاصله جوانا، الوطنيه احنا بنتربى عليها، حب البلد بنتربى عليه. لو انت حضرتك شفت الناس اللي كانت نازله في عز الحر، احنا كنا بنركب، انا مش لا اخجل ان انا كنت بقول ان انا اركب في عربيه مكيفه واروح قلت ادل صوت واجري جري بسرعه، بس لما لقيت الناس ومعاهم اطفال صغيره لا تعدى الشهر ثلاث شهور ايه ده؟ لا نزلنا بقى نصور في وسط الناس، نزلنا ان احنا نتضامن موجودين معاهم، حسينا الفرحه اللي جواهم هم اللي بهتوا علينا مش احنا اللي بهتنا عليهم. احنا حاولنا ننقل الصوره مشرفه جدا، مش عايز اقول لحضرتك من اروع الصور اللي احنا ممكن نقلناه كاعلاميين كلهم، مش مجال معين او واحد بس شخص. مش استاذ محمد ده كان مش بس دور الشعب، القاده كمان لقينا كل الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، وزيره الاعلام، وزير الزراعه، وقفوا في التوابير كمواطنين عاديين، ودي افضل حاجه، وكانوا قدوه الحقيقه لغيرهم، وده شيء مشرف جدا، وكلنا كنا مبسوطين بده رغم كمان مشكله الوافدين. يمكن احنا صوتنا اتنبح من كتر ما احنا نادينا على اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه وبنقول ارجوكم يعني حلوا المشكله دي. ولكن احنا مش بس كنا، انا كنت ذات نفسي كنت غيرانه قوي، يعني كنت عايزه النسبه بدل ما هي طالعه 25 مليون ولا كان نفسي تطلع ل 40 و50 مليون، نفسي كل الناس توصل وكل الناس تشارك، حتى الناس اللي ما كانش عندها ظروف. احنا كنا طمعانين فيكم، طمعانين في وطنيتكم وفي عطائكم. مش وحش ابدا ان انا اكون طمعان في حد بيحب وطنه وانك تثبت فعلا حبك للوطن. بما اننا استاذ محمد بنتكلم على الاعلام وبنتكلم على دوره وازاي نكون ايجابيين، الجزيره يمكن يكون ليها صدى كبير الايام اللي فاتت، كانوا هيموتوا مننا بمعنى صح، مش عارفين يعملوا ايه، كميه شائعات لدرجه ان هم كانوا بيقولوا على المشير عبد الفتاح السيسي لا قدر الله ربنا يحفظه يا رب ان هو توفى وان ده واحد تاني. يعني بص الخرافات والخيال، ده خيال علمي، ده لو كرتون مش هيقولوا كده، مع احترامي يعني لكل الناس. ازاي بقى يعني نلقي بهذه الناس بعيدا؟ يعني مش عايزه اقول بس اوصفهم بلفظ، ولكن الناس عارفين اللي في نيتي، ولكن نلقيهم بقى في اي صناديق؟ يعني هي القصه حضرتك دلوقتي انت بتقولي حاجه الشعب المصري كله بيرددها. احنا كنا لما بننزل في وسط الناس عشان ايه نحاول نلقي الصوره، اول ما اشوف الكاميرات التلفزيونيه يقول لك الجزيره فين، الشعب المصري اهو، ظنا منهم ان احنا عايزين يوصلوا صوتهم. طب انا اقول لك على حاجه، انا لما كنت بنزل اصور خارجي في اي مكان مثلا، وانا بقى انا بحب انت عارف هو الموضوع بيبقى بالنسبه لنا شق شويه لما ننزل خارجي، ولكن انا بيبقى على قلبي زي العسل ان انا انزل واشوف الناس. في بعض الاوقات يقولوا ان انتوا تبع قناه ايه، لما يبقى المايك مش عارف بيبقوا متحفزين للغايه، عارف لو تبع الجزيره هياكلونا طبعا. فيعني انا اتمنى ان شاء الله ان يكون في دايما مصداقيه وحياد. انا اخر، انا مش عايزه اللقاء طبعا معاك ينتهي، ولكن اخر سؤال، تتمنى ايه في المستقبل؟ وحضرتك قلت ان انت هتطلب من الشعب مش هتطلب من الرئيس، تطلب ايه تاني من الشعب؟ انا عايز اوجه رساله برضو للشعب المصري من خلال تواجدي مع حضرتك كده، بقول للشعب المصري انت بالفعل ضربت اروع الامثله في التصدي لكل يعني ماشي كل السلبيات وكل العوائق اللي كانت قدامك. خليك بقى صبور في الفتره اللي جايه، وقف جنب رئيسك الموجود، حاول بكل الطرق ان انت تبقى تثبت للعالم كله ان انت اكثر احتراما واكثر قدره واكثر كرم واكثر رؤيه للاصلاح. خليك دايما نقول ان احنا مع بعض كلنا في ايدينا في ايدين بعض عشان مصلحه وطن. لو احنا بنحب وطننا ده نقعد مع بعض كلنا ونتصالح، نتصالح من الداخل الاول، نتصالح مع بيننا ومن بعضنا، القياده السياسيين الموجودين اللي بيمثلونا. عندك حاجات كتير جدا، لو مش عاجبني حاجات في الدستور عندي برلمان جاي هيقدر يغير لي كل الحاجات دي كلها. لكن انا بطالب من الشعب المصري بالفعل ان هو يلتف حوالين الرئيس الموجود، يلتف حوالين يكون عنده رؤيه للاصلاح، يعي
ما يسمعش اكتر لكن يشوف اكتر، يقدر يحكم على الامور اكتر ويبصر فيها اكتر، يقدر يوازن الامور قدام. بلاش حكايه ان احنا نسمع، بلاش الشائعات اللي كانت موجوده، بلاش نقول ان احنا بنسمع من الخارج بس ان هو اللي بيوجهنا عشان ما نبقاش موجهين، لا لازم نحط الامور ونوازنها بيننا وبين بعض. بعد كده ان احنا هنوصل نستقل مستوانا ونقدر نوصل ببلدنا للرؤيه اللي احنا بنتمناها باذن الله. استاذ محمد ابو اليزيد رئيس تحرير جريده الشعب العربي، انا بشكرك شكرا جزيلا ليك، نورتني. سعادتي بحضرتك.